وخلي بالك برضو انتوا في لجنه التقييم، يعني انتوا في لجنه انتقال المواهب، ودي لجنه دورها كبير جدا، ودي اول فكره من افكار النادي الاهلي، يعني اول نادي يبتكر هذه الفكره. وانتوا الحقيقه قاعدين في الملعب طول الوقت، وقاعدين بتبصوا على اللعيبه، وده لا بيطلع ده ما يطلعش، حتى في الاختبارات منتهى الحياديه ومنتهى الامانه في الاختبارات الولايات، فطبعا اكيد اضافه في المكان ده كده. والله الفكره دي طبعا كانت فكره كابتن محمود الخطيب، طبعا بنشكره ان هو يعني عمل اللجنه دي. انا عايز اقول لك اللجنه دي انا بفتخر ان انا موجود في وسطها، فيها قامات يا كابتن هيثم، فيها كابتن محمد سليمان السلاوي، فيها كابتن طاهر رجب ده من الباسكت، في الفولي فيها كابتن محمود فرج، كابتن ممدوح اسماعيل، كابتن نور عطيه، الهاندبول كابتن الدكتور فوزي فضالي، واللواء ابراهيم السيد. انا مش عايز اقول لك قامات افكار انا فعلا بقعد استفيد، يعني يمكن انا العنصر الشباب اللي موجود فيهم، بس حاجه جميله انا باخد بقى افكار، وكلنا كل واحد عنده فكره بيقولها، سواء بقى بندعم فيها الناشئين او المواهب، او ان احنا بنشوف مواهب بره وبنبتدي نجيبها للنادي، وده اساس شغلنا، بحيث ان انا اشتغل مع الولد ده من وان هو صغير، ما اجيبوش وهو كبير. استثمار بالظبط، ودي كانت فكره كابتن محمود. صحيح. وكابتن رؤوف عبد القادر هو رئيس اللجنه. صحيح. طب وده حصل فعلا، وخلي بالك انت دلوقتي شايفين في الفريق الاول كرة السلة كل تدعيمات، يعني عمرو زهران ما طلعش فجأة. أوه. عندك عبد الله ناصر ما طلعش فجأة. بالزبط. ومفيش صفقة بتحصل الا ما بتمر عليكم، فكل بالزبط. الصفقات اللي جت من بره انتوا يا بتوافقوا يا ما بتوافقوش. دي حقيقة فعلا كابتن رؤوف عبد القادر بيجيب لنا الجواب، وبنبتدي نقيم اللعيب سواء اجنبي سواء لعيب من بره، وبنكتب تقرير بنقدمه لكابتن رؤوف، وعلى اساسه طبعا بيكمل التقييم وبيقدمه لمجلس الإدارة. هايل. طب كابتن خلينا نروح بقى، يعني انا لو قعدت اتكلم في تاريخ يا كابتن انا عايز حلقتين ثلاثة معاك. ربنا يخليك. تاريخ كبير واخلاق